السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين الحباب ديالي الغزالي؟ لاباس عليكم بخير. كيف دائما كنتمنى لكم الخير، وكنتمنى هذا الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير وبصحة جيدة كيف العادة. هنا جبت لكم وصفة زوينة، جبت لكم كلاص ساهل ماهل واقتصادي البنات، متوفر ساهل، المكونات ديالو ساهلين متوفرين موجودين. تاخدي غير جوج بنانات كما عندي هنايا، جوج بنانات وضعتهم في الثلاجة في الفريغو عفوا ليلة كاملة تجمدوا. وهنا عندي علبة ديال الياغوت طبيعي بنكهة البنان. صافي البنات، جوج مكونات وهانتي مصوبة لاغلاص زوين ورائع. وهنا من بعد البنات انا قطعت دوك الجبنانات ديالي وجبت الخلاط ديالي، وعادي نبدا معاكم الكلاص ديالي. بسم الله على بركه الله. هنا عادي ناخذ البنان ديالي اللي قطعته قطعات صغيرين كما قلت لكم، بيتو ليله كامله في المجمد. وهنا غنضيف ليهم ديك العلبه ديال الياغوت الطبيعي، ماشي مشكل يكون بنكهه البنان، اي نكهه تقدي تعمليها معاه كيجي زوين البنات. انا كنديرو بالفريز وحتى بالتفاح وحتى بالليمون، غير بالليمون كيجي شويه جاري، ما كي تجيش متماسك بحال الفريز والبنان كما كيبان لكم البنات، وبدون ما تزيدي السكر كيكون كلاص طبيعي. وهنايا غنخلط الخليط ديالي مزيان كما كيبان لكم، وفي الاخير بعد ما طحنته كما كتشوفوا معايا البنات، انا طحنت الكلاص هنا كما كيبان لكم، هو كيكون عاقد يكون خاسر. غادي ناخذ اناء اللي غيدخل ليا للفريغو، وعادي نصب الخليط ديالي في داك الاناء كما كيبان لكم. انا هاد الاناء غادي ندخلو للفريغو تقريبا مده ساعتين ثلاث سوايع، وكيجمد بسرعه. وهنا انا غادي ناخذ الكلاص ديالي للفريغو ونخليه حتى يجمد ونرجع نوريكم باقي التفاصيل. وهنا البنات بعد ما جمد ليا الكلاص ديالي كما كتشوفوا، انا جبته من الفريغو كيجي زوين وجامد. انا غنستعمل هاد المعلقه حيت ما عنديش المعلقه ديال الكلاص، نستعمل غير معلقه عاديه، المهم قاضيه الغرض كما كيبان لكم. غادي ناخذ الكلاص ديالي وغنديرو في هاد الكاس، كيجي زوين البنات وما تشبعيش منه. وكيكون كلاص اقتصادي البنات، اقتصادي ومصنوع في الدار ومكونات سهله، كل شيء موجود عندنا في الدار. وهنا البنات انا كندير معاه بعض المكسرات بحال اللوز كاوكاو، اللي عنده القرقاع بعد نوبات كندير معاه الزبيب، اي مكسرات عندك في الدار موجودين كديريهم معاه كيجيو زوينين كيعطيو مذاق زوين كما كيبان لكم. هذا هو الكلاص ديالي وكنتمنى يعجبكم. وهنا البنات انا عادي ضروري ما نذوق حيت كنحماق عليه كما كيبان لكم. الكلاص ديالي زوين وشهي،
ما قدرتش نقاوم. ضروري ندوق. كي يعجب الكبار والصغار زوينه البنات. وفي الاخير كنقول لكم جربوه، هيعجبكم بزاف انا متاكده. ودمتم في رعايه الله وحفظه، وبسلامه.